رمضان كان يجينا كنا نحس بطعمه، نحس بالفرق. عندنا احنا كأطفال في ذاك الوقت ان رمضان لازم احنا نصوم، واحنا مو متعودين، يعني يا دوب كنا صغار نصوم ساعة وساعتين ويمكن ناكله ونشرب وامي وابوي ما كانوا يدرون يعني، وحتى لو كانوا يدرون كان يعني كنا يهال، ما كان في ذاك العقاب يعني وذاك اللوم يعني. يعني في ذاك الوقت كان الفريج كله كل يطرش البيت الثاني الفطور قبل المدفع طبعا. فهذه كان شيء جميل يعني، حتى احنا ما كنا نعرف احيانا يعني ما كنا نعرف البيت هذا، او ما كان مثلا في بيننا وبين بيت فلان في مثلا معرفه قويه، لكن مجرد ان يجي شهر رمضان تشوف جاك صحن ولا جاك هريس ولا جاك ثريد من بيت فلان، فكان حتى هل الفريج كانوا كلهم يعني في تحس في بينهم ألفة، في بينهم مودة، في بينهم الكل يسأل عن الثاني. كنا نحس بطعم رمضان لين قبل يطق المدفع، نقعد على السفرة طبعا كلنا ننطر المدفع. طبعا على أيامي أنا في الثمانينات كان في تلفزيون موجود في بيتنا، كان نظام البيت أساسا قديم، يعني اللي كنا نسميه احنا نظام بيوت الليوان يسمونها، مو مثل الحين مثلا فيلا ودور فوق ودور تحت، بيت مفتوح الحوش كبير والغرف جنب بعض كلها. فكنا نتجمع مثلا نفطر في الحوش إذا كان الجو حلو، نسمع أحيانا إذا كان المدفع قريب نسمع صوت المدفع، نسمع صوت الـ الأذان. عقبها طبعا صلاة التراويح، كنا في صلاة التراويح ما كنا طبعا أطفال ما كنا ملتزمين بذاك الوقت، يعني يدوب نصلي العشاء ونطالع الباب متى بس أننا بنطلع من المسجد، لأن كنا نحس أن الصلاة كانت طويلة علينا يعني، وإحنا يا هالنا بنطلع نبغي نلعب نبغي نتمشى. المسحر احنا طبعا نستانس ان نشوف مثلا يمر هذا بيتنا واليهال يركضون ورا، واحنا نركض ما ندري ايش السالفه طبعا، بس مبسوطين على اللقاع، على الطبل، على غناء الشخص اللي حامل طبعا الطبل يشيل ويطبل ويغني طبعا، واحنا نركض ورا ونصفق وما احنا بعارفين ايش الموضوع. لكن لمت الفريج حلوه، لمت في ذاك الوقت كلنا احنا صغار نركض مع بعض، يعني يمكن حتى ما كنا نشوف بعض الا يمكن وقت السحور او قبل السحور مع المسحر. قرنقعو بعد هذه بعد احنا مبسوطين ان بنطلع بنقرقع وبنحصل كل واحد بيحصل له حلويات ومكسرات واللي حصل اكثر، فهذه بعد كان يعني خلينا نقول شغله حلوه وجديده، كنا ننطر القرنقعو متى يوصل، وخاصه انت في البيت عندك طبعا الوالده الله يعطيها الصحه والعافيه كانت ولين اليوم طبعا تشتري القرنقعو هذه المكسرات تحطها كل في ذيك الايام في خبر في 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 جدر عود ولا صينيه ولا يعني شيء كبير وننتظر عاد اليهال. فاحنا كنا يعني احنا بدال
كنا نجي اول شيء نحط من البيت ناخذ من نبوق من الجدر هذه اللي عندنا ونحط في الاكياس ونطلع نتمشى في الفريج. العيد كنا ننتظره اكثر من رمضان لسبب انت بتحصل فلوس في العيد. فكنا طبعا يعني طول فتره رمضان ما كنا ننام بدري بحكم ان رمضان وسهر وسحور واجازه، لكن قبل العيد بيوم تروح ترقد نفسك غصب، لانك انت بتصحى بدري عشان تخاف لا يروح عليك العيد وتروح عليك العيديه. فطبعا نجهز ثيابنا كالعاده، احنا مثل ما يقول احنا صبيان يعني اولاد يعني، فما يعني غترتك وعقالك ويمكن اكثريتنا حتى ما كنا نلبس في ذاك الوقت الغتر والعقال بحكم ان احنا صغار يعني، يا دوب قحفيتك وثوبك والله يعزكم النعال وبس، وننتظر من بعد صلاة العيد طبعا نطلع عاد في الفريج. نطلع احيانا يعني كان انجاز لما نرجع اللي عنده يعني محصل مثلا في ذاك الوقت طبعا في الثمانينات محصل 70 ريال 80 ريال، اللي يوصل 100 ريال يعني هذه يعني معجزة، هذه ما حد قده يعني يقدر يشتري اللي في خاطره. الحين طبعا تغير الجيل وتغير الوقت والعيد طبعا تغير، دوب الحين تاخذ عيالك تصلي العيد تاخذ عيالك وتعيد على امك وابوك وتمر على خوالك وعلى اعمامك ومبسوطين يعني احنا نفرح بفرحه عيالنا اللي نشوفها الحين.